قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنحل معاكم اختبار قصير تاني على وحدة الدوال الكهربية، قوانين كيرشوف والسرعة الانجرافية. هنشوف الاختبار اللي انا جبت، تعمدت اجيب رقم واحد قوية، نعم تحدي، جابها تحدي على اساس اجا في كتاب النشاط والكتاب اسئلة قوية عن الوحدات، فجبت الجزء ده كنوع من التحدي. هنحله مع بعض، يا ترى وحدة المقاومة النوعية ممكن تكافئ أي وحدة من هذه الوحدات؟ امشي معايا خطوة خطوة كده. لو قلنا إن الرو اللي احنا عاوزينها ديت بتساوي ار اي على ال كوحدات، دي متر تربيع ودي متر، نخلي فوق متر بس، يعني ار خليها في ال، تعتبر ار في ال. الار اللي هي الجهد على التيار في ال، والجهد هعتبره اللي هي الاي في الدي، دي مسافة يبقى مسافة تربيع، خلتها مسافة تربيع على الاي، والاي هعملها اف على الكيو، والاي هعملها كيو على تي، كيو على تي اخليها تي فوق هنا في ال تربيع. هتفضل معانا بقى بهذا الشكل، اف ال تربيع كيو تربيع في التي. لو جينا نعملها الاف بالنيوتن، ال في متر تربيع، نطلع دي كولو بيبقى ناقص 2 في ثانية، نجد ان هي بتتفق مع هذه الوحدة. دي ممكن السؤال ده يجي لك بصيغة أخرى، يعني يقول لك احسب وحدة للمقاومة النوعية بدلالة النيوتن والمتر والكولوم والثانية، يعني دول يكونوا موجودين معانا في الشغل بتاعنا. يبقى نمشي بهذا الشكل اللي أنا عملته ده، اختبار بدرجة. نيجي السؤال تاني، مفردة بدرجتين، جايب لي رسمة، هنا فرق الجهد وهنا شدة التيار، عاوز قيمة المقاومة الدافعة للبطارية اللي هي اما يكون التيار بصفر يبقى ال V، يعني ات ال I بتساوي زيرو، فإن ال V بتساوي الإبسلون، إذا الإبسلون هنا بتساوي 1.5 فولت. المقاومة الداخلية اللي هو سالب ال R، ممكن نجيبها من هنا من الكل، سالب ال الميل من هنا، الميل اللي هو سالب ار بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، صفر ناقص 1.5، وهنا 3 ناقص 0 بيساوي سالب 1.5 على 3، سالب تروح مع السالب، 1.5 على 3 اللي هي بكام؟ بنص اوم. يبقى الار عندنا بنص او. دي سؤال مفردة قصيرة بدرجتي. في اختيار تاني بدرجة، بيقول سلك مقاومته ار زاد طوله للضعف، نص قطره قل للنص، يعني علاقة بين الار ونصف القطر مع طول السلك، يعني الار يتناسب طردي مع ال وعكسي مع الار تربيع اللي هي ايه، والاي باي ار تربيع، يعني ار واحد على ار اتنين تساوي ال واحد ال اتنين، هنا ار اتنين تربيع ار واحد ايه تربيع، طول زاد للضعف، يعني دي لو ال يبقى دي اتنين ال، ار اتنين قتل النص يبقى هنا نص ار تربيع على ار تربيع، ار تربيع يبقى هنا ربع، ودي الالات صارت ايه تمن. لو دي ار يبقى دي ار اتنين، يبقى الار اتنين بيساوي 8
ار، فناخد هذه الايه العلاقه. يعني عامة في طالب لو هي اختياري حب يجيبها، يعني دي زادت للضعف بالطول، ودي عشان عكس نص تربيع ربع، يبقى 4 تضرب في 2 يبقى 8، يبقى بناخد الإجابة إيه اللي هي 8. دي اختياري بدرجة. السؤال 4 عاوز نص كنكور، شوف عمل عليها درجتين وهقول لك ليه. هيبقى تقوم قايل المجموع الجبري للقوة الدافعة الكهربائية في مسار مغلق يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد عبر المقاومات. يعني المجموع الجبري للقوة الدافعة الكهربية في مسار مغلق يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد عبر المقاومات في ذلك المسار. يعني لازم تذكر 3 مصطلحات عشان تاخد الدرجتين، القوة الدافعة، وتذكر لازم فروق الجهد، وتذكر في مسار مغلق، وتذكر يساوي. لو أخطأت في حاجة منها بسيطة ممكن تنقص على طول الدرجة. مسألة كيرتشوف، انظر الشكل ده 4 درجات وحدد التيارات في الأفرع. يعني تشوف الشكل ده وتحدد التيارات اللي عندك في الأفرع. انت ممكن تسمي الشكل كده تقول لي 5-1، وتقوم قايل هنا هو ايه شكل 5-1. دي من الحاجات المطلوبة في هذا السؤال عند وضع الاختبار يعني، ولكن لا تعب. طيب احنا عشان نجيب التيار في الافرع نختار اقل حاجة. لو احنا خدنا المسار ده اهو اللي هو A C D A، المسار A C D A، ومشينا معاه كده ونقول مجموع الابسون يساوي مجموع الفي. الابسون هنا ادي 2 وهنا 1، يعني 2 زائد 1 اللي هي الجهد. ماشينا مفيش هنا مقاومات، هنا التيار معايا I2 في 2 يعني 2I2، يبقى 3 يساوي 2I2، يبقى الI2 3 على 2 اللي هي ايه 1.5 أمبير. خلاص انا كده جبت I2. تعال ناخد المسار الكبير ده عشان دي مفيش فيه مقاومات، يبقى احسن انك تاخده اللي هو الايه المسار ABCDA الكبير ده. لو قلنا القوة الدافعة مجموع الابسون يساوي مجموع الفي بتؤدي الى، نجيب الابسون كده نمشي فيه كده كده اهو، هنلاقي بس هنا 2 ويساوي التيار معايا مظبوط اهو، يبقى 4I1. ما في شيء اخر، ما في شيء اخر معانا، يبقى الاي 1 يساوي 2 على 4 يبقى بيساوي 0.5 أمبير. نيجي الاي 3، ممكن كيرشوف الاول عند سي، نشوف كيرشوف الاول ايه عند سي. كيرشوف الاول عند سي ده داخل وده داخل وده خارج، يعني I2 زائد I1 بيساوي I3. انت عاوز I2 عبارة عن I3 ناقص I1، هنا جبنا I2 اصلا ده، واحنا عاوزين I3. خلاص يبقى دي ملهاش لازمة، يعني الاي 3 بيساوي I2 زائد I1 يعني 1.5 زائد 0.5 يبقى بيساوي 2 أمبير. وبالتوفيق ان شاء الله. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الاوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد، دول الطلاب.
بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة، الفيديوهات، حتى تتنمي المعرفة اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع رغباتهم.